لقاحات كورونا تعيد رسم خرائط العالم الجيوسياسية أو تعكس تغيراتها على أقل تقدير. بعض الدول اعتمدت اللقاحات الأمريكية وأخرى اعتمدت الصينية أو غيرها. أحدث هذه المستجدات تأخر مجموعة أسترازينيكا البريطانية السويدية وفايزر الأمريكية في تسليم اللقاحات للاتحاد الأوروبي. مفوضية الاتحاد الأوروبي قلقة من احتمال بيع مجموعات صناعة الأدوية لقاحات مخصصة للاتحاد إلى جهات تدفع أكثر. الإدارة الأمريكية الجديدة وإن أكدت مرارا على أنها ستعيد رص الصفوف مع الحلفاء التقليديين إلا أنها في خضم مواجهة داخلية مع الوباء. التزام جو بايدن بخطط تطعيم مكثفة خلال 100 يوم الأولى في حكمه أولى من المنافسة العالمية في مواجهة كورونا. هذا بينما تبدو الصين مستفيدة مما بات يسمى دبلوماسية اللقاح. يستهل الرئيس شي جين بينغ افتتاح منتدى دافوس للدعوة إلى تضامن عالمي في مواجهة الوباء، بل ويحذر من حرب باردة جديدة. يتحدث عن التعددية في نظام عالمي لا يزال يسمى وحيد القطبية، يتبنى العولمة بينما تضطر أمريكا إلى إغلاق حدودها مع تفاقم الوباء. كما تظهر خارطة المنافسة في توزيع اللقاحات زيادة نفوذ بكين في أكثر من منطقة. في الشرق الأوسط، شركة فايزر الأمريكية وردت لقاحة إلى الكويت، السعودية، قطر وعمان، بينما طلبت كل من الإمارات، العراق، الأردن والبحرين لقاحات من سينوفارم الصينية أيضا. مصر والمغرب اعتمدتا اللقاح الصيني. روسيا وجدت زبائن للقاحها سبوتنيك 5 في الجزائر، لكن صحفا جزائرية محلية شككت بنجاعته، ولسان حالها يقول لا ينبغي المراهنة على صحة الجزائريين في لعبة الروليت الروسية. في الحرب على كورونا حضرت بكين عالميا في وقت مبكر، تصدر الكمامات وتقدم تجربتها في السيطرة على الوباء إلى تصدير اللقاح، لتكمل دبلوماسية اللقاح ما أسسته الصين في مشروعها الحزام والطريق مع 130 دولة.